نيل وراجني طولوا كتير بخصوص قصة زواجهم، وما فينا نستنى أو ننطر أكتر من هيك. والشي اللي عملوه آنيا وسيد هارت ما عاد كتير بيعنيلي، بس الشي الأهم بخصوصهم هلأ رح أقوله، هو رسمياً رح أعلن زواجكم من بعض. لهيك نحن قررنا نعمل الخطبة اليوم والعرس بعد أسبوعين. موافق على هالشي ابني؟ بس خالتي اليوم المساء. أنا أخذ قرار وما عندي أي كلام تاني. سيد هارت، آنيا، سيد هارت، مو هاد اللي بدك إياه؟ مانك مبسوط؟ ليش ما خبرتيني بشي أمي؟ شو المشكلة بحكي لأمي؟ قولوا، مو أنتوا الاثنين متزوجين؟ تماماً. شو رأيك؟ سيد هارت، ليش ساكت؟ احكي لك شي كلمة. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.